السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا مزيانين، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. جيتكم فيديو جديد ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم في القناه ديالي وديالكم ايمان شانيل. هذا النهار فيديو جديد والوصفه نتاع هذا النهار بغيتو تسميوها كرواسون، سميوها بغيتو تسميوه بريو، سميوه بغيتو تسميوه خبز معمر، سميوه المهم الوصفه. انا بالنسبه ليا كرواسون معمر تاع الدار منزلي، الوصفه اللي ساهله ومهله، ما كتبغي دليك، ما كتبغي يعني تماره، تبغي شويه الوقت وسهله مهله. بالنسبه للمقادير هما كالتالي: كاس ونص نتاع الحليب دافي، الحليب اللي كيكون دافي ما حامي ما بارد، دافي. نص كاس نتاع الماء مع جوج معالق تاع الخميره، الخماره ماشي الخميره، الخماره الحبوب نتاع العجين. كنزيد عليها بياض نتاع البيضه ونحتفظوا بالصفر حتى التالي، وغادي نقول لكم شديروا به. البيض نتاع بيضه، جوج معالق نتاع السكر، ساشي نتاع لافاني، ورشه نتاع الملح. هادو هما المقادير الاوليه. من بعد كنزيدو عليها 6 نتاع المعالق نتاع الفرينه، وكنخلطوهم مزيان مزيان، وكنغطيوه بالسلوفان، كنخليو يعني المكونات ديالنا ديك الخماره تفاعل لينا في المكونات. هاد الطريقه بالنسبه ليا وليت كنعتمد عليها، بالنسبه انني ملي كنبغي نصيب شي عجينه كندير هاد الطريقه، يعني العجينه ديالي كنخليها جاريه باش تفاعل ليا العجينه بسرعه، يعني بسرعه. وعاد كنزيد الدقيق يعني الكميه الكافيه، وعاد كنخليها تخمر ليا غير واحد شويه. بهاد الطريقه اللي استعملتوها راه غادي نربحوا الوقت باش اننا يعني نرونوا كامل هاد الخليط ونجمعوا العجينه ديالنا ونخليوها تخمر. حسن اننا نستعملوا هاد الطريقه. انا بالنسبه ليا يعني 10 دقائق خليت يعني هاد الطريقه الاولى، ومن بعد دزت باش اني زدت الفرينه وخليتها نص ساعه، ومن بعد دزت باش صايبت بها الكرواسون ديالي. يعني طريقه سهله مهله، ننصحكم يعني تجربوا هاد الطريقه، وملي تجربوها ردوا عليا الاخبار. خليكم لاخر الفيديو باش تعرفوا جميع المراحل. من بعد ما يخمر ليا الخمره الاولى، غادي ندوز باش انني نزيد الفرينه. الفرينه هنا كتبقى على حسب الخليط. بالنسبه هنا الفرينه غنبقى نزيدو غير بشي ونخلطو بالمعلقه، اون فوا يعني يبقى الخليط ديالنا يتجمع ما بقاوش كنتحكموا فيه، عاد غادي نستعملو اليدين ديالنا. نبقى نزيدو غير بالمعلقه بالمعلقه حتى نوصلو القوام او العجينه اللي حنا باغيين نوصلو ليها. من بعد ما كنجمعوا العجينه ديالنا وغادي نخليوها هنا ترتاح كما قلت لكم مده نص ساعه، يعني نخليوها في واحد البلاصه اللي حاميه حتى يضاعف الحجم ديالها كما كتشوفوا. غادي ندوزو باش اننا نديروها كريات صغار باش نوريكم حتى هي الطريقه من بعد كيفاش. انا كنظن خرجت ليا واش 5 ولا 6 تاع الكرات، مهم غادي تبقى على حسب كما قلت لكم الفرينه، تقدر تخرج لك 5 تقدر تخرج لك 6، مهم الكرات يكونوا متوسطين بحال الجهد. غادي نديروا المسمن، كرة تاع المسمن، وهنا بالاحسن يعني العجينه ديالنا كتكون رطبه، يعني مازال كتلصق كما كتشوفوا. استعنوا بالزيت، يعني الزيت العاديه غير دهنوا بها يديكم، استعنوا بها باش انكم ديروا دوك الكريات. من بعد ما كنديروا دوك الكريات كناخذوا الوراق او الدلاك، حنا كما كنقولوا الوجديه، كنورقوا الكريات ديالنا، يعني نورقوا كل وحده بوحدها. وقبل غادي نقول لكم كناخذوا 3 المعالق نتاع الزبده كندوبوهم فوق النار، ومن بعد ديك الزبده ملي كندوبوها كنخليوها شويه تاخد الحراره تاع المطبخ، ومن بعد كنديروها في الثلاجه، كندير واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق في الثلاجه، يعني باش شويه تجمد ديك الزبده ديالنا. ومن بعد ملي كندوزو نورقو هنا الكريات ديالنا كتكون الزبده يعني جاهزه عندنا، يعني محطوطه على جنب. كنورقو كل كره يعني واحد السمك نتاعي، يعني كلشي راه موضح عندكم في الصوره، ما تكونش غليظه
وما تكونش رقيقه، كنحطوها في واحد الصينيه ولا واحد الطاوه ولا واحد البصل، وكندهنوا بالزبده وكنوليو نورقوا الكره الثانيه وكنحطوها فوقها، وحتى هي كندهنوها بالزبده وكذلك يعني حتى نكملوا الكرات ديالنا كاملين. كلشي غادي يكون عندكم واضح في الصوره، وخليكم لاخر الفيديو باش نوريكم كيفاش غادي تقطعوها وكيفاش غادي تكملوا الفيديو وكيفاش غادي تكملوا الكرواسون ديالكم. احنا غادي ناخذ دوك الطبقات كاع اللي درناهم، غادي نحطوهم فوق سطح العمل من بعد ما خليناها ارتاحت واحد شويه، جهد واحد 10 دقائق ترتاح يعني ديك الزبده تجمد مزيان في الكرواسون ديالنا، ومن بعد كندوزو اننا نورقوهم. بالنسبه للطورق هنا غادي نحاولوا اننا نورقوه يعني بشكل دائري، نحاولوا نحافظوا على ديك الشكل الدائري ديال الطبقات ديالنا، كنقلبوهم وكنشوفوا يعني واش شي تبقى راها هربه على الاخرى، ونعاودوهم بيدينا. كلشي راه عندكم موضح في الصوره. من بعد غادي ندوزو باش اننا نقطعوهم. بالنسبه للتقطاع غادي يكون موضح حتى هو عندكم في الصوره، التقطاع اللي عادي تاع الكرواسو غادي نوريه لكم في الصوره، بقاو باش انكم تعرفوا التتمه تاع المرحله. كما كان موضح لكم في الصوره يعني التقطاع كيفاش قطعت، انا بغيتهم كرواسون يكونوا ما كبار ما صغار، يكونوا متوسطين. هذه هي الطريقه اللي استعملتها. من بعد ما كنقطعوا كندوزوا اننا نديروا واحد الفتيحه يعني في الطرف العلوي تاع الكرواسون ديالنا باش يعطينا داك الشكل تاع الهلال. هذه الطريقه هي اللي كتخلي اننا نحصلوا على داك الشكل تاع الهلال في الكرواسون. هنا بالنسبه لداخل انا غادي نستعمل نص بالشوكولا، يعني كانوا عندكم شوكولا ممكن انكم تحكوهم، كانت عندكم يعني شوكولا تاع الكرواسون دوك الطوار ممكن انكم ديرهم. انا استعملت الشوكولا العاديه كما قلت لكم، النص استعملته بالشوكولا والنص درته بالكونفيتور تاع الفخاز. كامل عيد التشكيل تاع الكرواسون ديالنا، غادي هنا نجيبو ديك البيضه، صفر بيضه اللي كنا خليناه في الاول ملي استعملنا البيض تاع البيضه. كندهنوا الكرواسون ديالنا قبل ما انها تخمر، وكنزوقوها باللوز افيري
اللي بغيتو تذوقوها باللوز ايفيلي كان متوفر داكشي اللي بغينا، ما توفرش عندكم اللوز ايفيلي ذوقوها بجنجلان، ممكن انكم كاع ما تذوقوهاش تخليوها غير هكذاك، ومن بعد كنخليوها تخمر مده نصف ساعه وكندوزو باش اننا كنطيبوها. بالنسبه للطياب كنطيبوها غير من التحت، يعني النار كتكون غير من التحت، كنخليوها طيب واحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه على حساب النار. بالنسبه نتاع الفران تاع الغاز كيكون يعني النار ما مجهده ما ناقصه، يعني متوسطه، كنخليهم يطيبوا من التحت ومن بعد كنهودوهم يتحمروا وكنقدموهم بالصحه والراحه. خليكم اخر فيديو باش تشوفوا الشكل النهائي. من بعد ما كيطيبوا كنجبدوهم بالفران كنقدموهم بالصحه والراحه، كيجيو بنان بنان من بنان، ولداد لداد وهشاشين هشاشين. ننصحكم انكم تجربوهم، ونبغي نقول لكم شكرا على المشاهده، شكرا لانكم وصلتوا حتى لاخر الفيديو. نبغي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو في القناه، تشتركوا وتضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو، وما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ونبغي نقول لكم شكرا على المشاهده، خليت لكم لهنا، خليت لكم راحه البال، خليت لكم اهم حاجه الصحه. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.